التربية الحديثة نرحبوا كل الموجودين معنا سواء اللي عندهم علاقة بالمنظومة التربوية سواء الأفراد المجتمع المدني. إن شاء الله اليوم هي اللمة بتاعنا هي عبارة على حفل افتتاحي وجلسة عامة باش نعرضوا فيه الأسباب اللي خلتنا نأسسوا هالجمعية باش نعرضوا فيه الهدف وبرامجنا المستقبلية إن شاء الله سواء على المدى الطويل سواء على المدى القصير إن شاء الله. ومن بعد عنا عرض مع مدام ثانية باش نعرضوا فيه مجموعة مختارة من بنك المواد الرقمية اللي ناويين باش ننشروه إن شاء الله بالمجان سواء على صفحة علاش تم اختيار اسم الجمعية هذا بالذات؟ يعني تكنولوجيا التربية الحديثة اللي هو اسم الجمعية، الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة. احنا قعدنا في حيرة حول اختيار الاسم، من بعد قررنا ان الاسم باش يكون تكنولوجيا التربية جاي من تعريف تكنولوجيا التربية. تكنولوجيا التربية عرفت على انها العملية المتداخلة المتشابكة تشتمل على الافراد، يعني الافراد اللي ينتميوا الى المنظومة التربوية بالإضافة إلى الأفكار وتنظيمات الأدوات المناسبة لمعرفة المشكلات وتحليلها به، وهي أشمل من تكنولوجيا التعليم. هك علاش اخترنا تكنولوجيا التربية، يعني جمعيتنا باش تطرح مشكل، تاخذ مشكل تربوي وتحاول تحلله بيداغوجيا، ثم باستعمال التكنولوجيا وباستعمال الأنشطة اليدوية باش تحاول تحله.